اعلان اعلان قول والله يا ابو هلال الواحد يبيك اللي ما مخلاه لكن اذا مستعيد تري والده برايخ بتريا اذا مستعيد برايخ لا بتريا 10 دقايق عشر دقائق مترية أظن عندي وقت بعلام باجر من ما يدور الأجر هالعشر الأواخر هاي من ما يبال أجر يا فهد من فطر صائما كان له أجر مثله أكيد غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء أكيد كرك باشي نزيل مسوي إفطار صائم أيوة تفطر 30 صائم تعرف بكم كم ب300 درهم وايد زين الوجبة ب10 دراهم نزيل أم بغيت توصل لروحك تراك تطلب من عندهم يصير شيل الوجبات ووزعها براحتك أقل تبه أم بغيتهم هم يوزعوا يتكفلوا بالتوزيع يا سلام بالتعاون مع فريق الوطن التطوعي فريق مصرح وأمور طيبة يا سلام. وهذا خامس أو رابع إعلان لين كرك باشي الجماعة شغلهم طيب ومصرح ومعتمد وأمورهم مرة فوق طيبة. نعم والأجر زين يا فهد خاصة في هاي العشر الأواخر الأخيرة هذه زين من ما يدور الأجر الحين أنا بخليكم أرقام التواصل سو كابشة تواصل حط عندهم حط حط وإن شاء الله هم ما بيقصروا عندكم ما بيقصروا حط حط وعليكم بلجر أبوي والثواب الحق على الوالد